بما انه سنة 2022 صارت على الابواب، قلنا هات لننزل على الشارع ونشوف المواطنين كيف رح يودعوا سنة 2021، وبرأيكم لشو رح يقولوا باي. واكيد كمان حرصنا نسألهم كيف رح يستقبلوا السنة الجديدة وامتين رح يقولوا لها يا هلا. لتعرفوا شو قالوا لنا اكيد بقلكم غير تابعوا هيدا التقرير. لكل الحكام قلن مع السلامة وان شاء الله ما عاد نشوفهم بهيدا البلد. للصحة والدواء، كهرباء، مي. يعني بنقول هالسنة الصعبة اللي كانت فيها مأساة كتير على الشعب اللبناني، بنقول لها ألف 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 سلام، ترحلي عنا وتبعتي لنا سنة فيها الخير وفيها النعم وفيها الأمان لهذا البلد، وتحل على هذا الشعب اللبناني إن شاء الله بكل أحواله لأفضل إن شاء الله ما يتمناه الشعب اللبناني كما تعود سابقا. وعلى هالبلد الحلو نتمنى له كل الخير الحلوة وكل أيام حلوة إن شاء الله. نتمنى للناس كلياتها تتغير أحوالها للأحسن إن شاء الله، ولهالطقم السياسي يحسن ظروفه ويشعروا بهالشعب الفقير اللي ما عارف حاله كيف بده يعيش بهالبلد. بس هودن بدي أقول مع السلامة لهيدا الوضع كله، أولا كورونا وهيدا الوضع اللي مرق علينا وضع كتير صعب، وكمان شي تاني هو طلوع الدولار بلبنان، وضع الجميع أكيد في عالم استفادت منه كتير وعالم انضرت، يعني انكسرت شركات، أكبر شركات تسكرت. فلهيك بدنا نقول مع السلامة لطلوع الدولار وإن شاء الله بيرجع الوضع مثل ما كان وأحسى، ولهيد الطبقة الفاسدة كلها بلبنان إن شاء الله بنقلها مع السلامة وما بقى منشوف حدا منهم. بدي أقول أهلا وسهلا لأوضاع أحسن أكيد ولظروف أحسن بالبلد، تفتح مدارسنا وتتغير أمورنا كلها للأحسن إن شاء الله. منقول لكل هالطبقة السياسية اللي وصلتنا لهون، منقول لكل هالناس اللي احتكروا الأدوية والناس اللي احتكروا المواد الغذائية والناس اللي لعبوا بمشاكل وبصعاب الشعب، الناس اللي فقرت الشعب، منقول باي باي لكل واحد تآمر على هالشعب. منقول أهلا وسهلا، بدك دغري إذا بدولك لشو بدول أهلا وسهلا، والله عيب بدولك أهلا وسهلا للاستعمار، يجي يستعمرونا عن جديد، لأنه نحن شعب أثبتنا أنه نحن منا ما عنا النمو الكافي لنحكم حالنا. نحن شعب أبو جيبة، نحن شعب حرامي بده يسرق بعضه، الخي بيسرق خيه والجار بيسرق جاره والزعيم بيسرق اللي بيشتغل عنده، واللي بيشتغل عنده بيحاول يسرق الزعيم سرقة بسرقة بسرقة. لذلك أنا بقول يا ريت ترجع فرنسا بترجع بتستعمرنا، أو شو دولة جمهورية الموز، يا ريت تجي جمهورية الموز بتستعمرنا، بركي بنصير أحسن. لا الكورونا والأمراض وهيك شيء، يعني أكيد إن شاء الله إن شاء الله بنحل الوضع وترجع البلد مثل ما كانت وأحسن. لا كل شيء يعني إن شاء الله بتحسن الوضع وبترجع الأمور مثل ما كانت وهيك شيء. للهموم وللدولار أهلا وسهلا فيها بتغيير الحكام، بس وضع البلد الاقتصادي تعبان على الآخر، يعني إن شاء الله بنخلص منهم هول اللي عنا المكونات السياسية التعبانين اللي ما قالهم عازة، اللي رجعونا ألف سنة لورا. عم نطلع على الدرج على الطابق السابع ومعي ديسكين بطلع على الطابق السابع وبنزل، يعني شو بدك بعد أحلى من هيك؟ يعني إن شاء الله سنة 2022 بنخلص منهم يا رب. أهلا وسهلا للناس اللي جايين يعمروا البلد، الناس اللي ضميرهم نظيف صافي، مش الناس اللي جايين يسرقوا وينهبوا. هاي منقول نحن هولي ما بدنا اياهم، يروحوا يحلوا عنا بقى، تعبنا وتعبونا ومركدين العالم كله وراهم. بنقول مع السلامة للمشاكل، مع السلامة للمعاناة، مع السلامة للهموم والكورونا وجميع المشاكل اللي بتحصل على الشعب العربي كامل إن شاء الله. أهلا بالسلام، أهلا بالحب، أهلا بسنة جديدة إن شاء الله فيها خير وبركة على الشعب العربي كامل. بنقول مع السلامة على إن شاء الله على الكورونا وعلى الأمراض وعلى الذكريات المؤلمة وعلى الناس اللي ماتت والناس اللي بعضها مريضة. إن شاء الله بالسنة القادمة بكون سنة أفضل ومننساهم هو بال 2021 بيروحوا معه. والله بنتمنى هالسنة تكون سنة خير على الجميع ويكون الأمراض والكورونا خفت ببلادنا والأوضاع الاقتصادية بالبلد تكون تحسنت والعالم ماديا تكون مرتاحة أكثر ويخف الفقر وتعم الفرحة.
مع كل هالحرامية اللي استلمونا وصلوا لنا البلد لهون، أحلى بلد بالعالم مع أجوى عالم بالعالم. منقول أهلا وسهلا بالسنة الجديدة لا يرجع لبنان، يعني نحن طائر الفينيك أصلا، بس ما بدك مين يخلينا؟ كانوا قبل يتركونا نعمل، هلأ من أوطب من هون بيلفولنا من تاني ميل، بعد في محل ما بعرف إذا بدهم يسرقوه. اللي بدنا إياه أنه يا خي عن جد بالآخر لك واحد شو بيطلب، وأنا وطني على الآخر، تيجي جزمة تحكمنا حتى تقدر تقبعنا ولا غير ما بينقبعوا. هيك بالانتخابات تجليطة يحوها اللي عم بيطيروا الانتخابات، عم بيشتغلوا ليقعدوا. نحن بدنا إياهم هالسنة تاخدهم معه، وسنة الجاي يجي طقم جديد. ما عنا طقم جديد، ما في. هلا اللي بده يحكي يحكي، نحن أهل الثورة، ما عنا حدا يجي محلهم، ما حضرنا حدا. نحن فشناها دفشة، والأحزاب أكلتنا وضحكت علينا وركبوا أضارنا، وهلا اللي كانوا متخاصمين عم يتحالفوا انتخابيا. لك شو هالتجليطة؟ مهم بدنا عن جد حدا، بلد ما في حدا ما راح يطلع له شيء، ما حدا راح يجي لهون يخدمنا ببلاش. بس يا خيي ما هوديك عم بيسرقونا، الأجنبي بيسرق أقل. كمان شمعون كان يقول بمجمع خاص، لأن نحن يعني كنا ربيانين نحن وياه، بيي وجدي وربيانين هن وياه، كان يقول ما في سياسي ما بيسرق، بس بدك تاكل وتطعمه. يا ويلو لبنان بس السياسي بيصير ياكل وما يطعمه، بيخربوا صلنيرة. لك من أي أيام حكيها؟ الله يرحمه. ونقول باي باي للكورونا وللفساد ولكل شيء بيأذي الإنسان والحيوان كمان. بنتمنى إنه الناس توعى، أكشلي أكثر هن السياسيين يوعوا، وتصير البلد مثل ما كنا نحن نحلم فيها، إنه بلد حلوة آمنة، ننزل عطول ونزورها ونكون مبسوطين فيها، ما نكون يعني منزعجين من أي شيء. أكيد باي باي للأمراض، ونتمنى الصحة والعافية للجميع. ومع السلامة لكل شيء حزن، لكل شيء قهر، لكل شيء زعل، كل شيء حب، كل شيء حلو، كل شيء سعادة، كل شيء حياة حلوة. أهلا وسهلا بهالسنة الجديدة، وإن شاء الله تكون خير على الجميع، وإن شاء الله بلدنا بيصير من الأحلى للأحلى، وهالنواب اللي عنا بلكن بيحسوا على ضمهم وبيطلعوا بشعبنا الفقير شوي، وهالمواطنين اللي احترق دينا عشان لقمة عيشة. هاي واحد. مع السلامة للزعل وللكره، وإن شاء الله الأحسن والأحسن بلبنان. ومنقول كمان أهلا وسهلا بالصبايا الحلوة اللي معنا بكل محبة وبكل فرح، وإن شاء الله كل أيامنا بتكون سعادة وللجميع.